ما أراك يا أبي إلا مضيعنا. يقول نوح: أتعصي أمر رب العالمين؟ هذا أمر لم يصلني من الله. ظل نوح يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع طول المدة التي أقامها بينهم لم يؤمن برسالته غير القليل من الناس. لقد كان من الطبيعي أن تكون امرأته من المؤمنين به، ومن الذين يشدون أزره ويساعدونه في إبلاغ ما أمره الله به، لكنها كفرت وغلبت عليها شقوتها، بل وأغوت ابنها كنعان وجعلته يسلك سبيل المجرمين ويخالف والده نوحا. اشتد البلاء على سيدنا نوح وصبر صبرا جميلا، كان ينتظر القرن بعد القرن والجيل بعد الجيل، فلا يأتي إلا وهو أخبث من الأول وأعتى من سابقه وأظلم وأضغى. كان الرجل من قوم نوح إذا دنا أجله وحضرته الوفاة أوصى أولاده وزوجته بتجنب نوح ودعوته. احذروا هذا المجنون، فإنه قد حدثني آبائي أن هلاك الناس على يد هذا. كانوا يتوارثون هذه الوصية، حتى إن الرجل منهم كان يحمل ولده على عاتقه ثم يقف به أمام نوح ويقول: يا بني احذر هذا الشيخ المجنون. هذا الشيخ المجنون الذي دعانا إلى عبادة رب لا نعرفه وأوعدنا وعيدا بلا أمد، فاحذر منه لئلا يضلك. يا جدي، إذا كان على هذه الحالة فلما تركتموه حيا إلى الآن؟ وما كنا نصنع معه؟ دعني فلترى ماذا سأصنع أنا به. فلما سمع نوح قول الحفيد وحواره مع جده ورأى فعلته التي فعل، علم إذ ذاك أن الحفيد أخبث من الجد، فدعا وتوجه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. صدق الله العظيم. لقد أيقن نوح أن قومه ضلوا جميعا، فلما قطع بكفرهم دعا عليهم، ولا سيما بعد أن أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بدأ نوح بتنفيذ أمر ربه في اتخاذ الفلك، ولم يقل لنوح ولا لغيره معرفة بصنع السفن، لذا فقد أوحى الله إليه بصنعها وعلمه كيف ينبغي أن تكون. وشرع نوح في صنع الفلك بأمر الله ووحيه، فكانت امرأته تراه وهو ينقل الأخشاب فراحت تسأله في تهكم: ماذا تصنع بهذه الأخشاب يا نوح؟ يقول نوح: أصنع سفينة أنجو بها ومن معي من المؤمنين إذا جاء أمر الله. وأين الماء الذي ستجري عليه سفينتك؟ لقد أصابك مس من غضب الآلهة، فهل يعقل أن تسير السفينة على اليابسة؟ يا نوح، صرت نجارا بعد أن كنت تحرث الأرض، إن هذا لشيء عجيب. يا نوح، لو كنت صادقا في دعواك لكان إلهك الذي تصفه لنا وتدعون إليه يساعدك في هذا العمل. يقول نوح: إن تسخروا منا
فإنا نسخر منكم كما تسخرون. مسكين يا نوح. لقد جن نوح. ما أراك يا أبي إلا مضيعنا. يقول نوح: لبئس ما تقول في أبيك يا كنعان، أنا أضيعك؟ أجل تضيعني وإخوتي، تهدر ثروتك وتضيعها على شراء أشجار الناس، وبدلا من أن تستثمرها وتجني من ثمارها تقطعها وتتلفها. يقول نوح: بهذا أمرني ربي. كي تصنع سفينة تبعد عن البحر أعواما؟ أي جنون هذا؟ يقول نوح: سارع إلى مغفرة من ربك، واقطع ما في حقلك من أشجار كما فعل إخوتك سام وحام ويافث. ما أفعل هذا أبدا، ولست بمتلف مالي كما تفعل أنت بمالك. يقول نوح: أتعصي أمر رب العالمين؟ هذا أمر لم يصلني من الله، لو أراد الله لأخبرني بما أخبرك، ولن أطيعك في هذا أبدا. يقول نوح: أكفرت يا كنعان؟ أم كنت تتظاهر بالإيمان؟ يا ود، يا إلهي، أعني يا إلهي على هذا الرجل، أعني على ما يدعو إليه، أعني يا ود، أعني يا إلهي، أعني. ما هذا التنور الذي أتيت به يا نبي الله؟ يقول نوح: إنه تنور قديم كان في داري، ما أشعلته قبل الساعة. ولما جئت به والقار لدينا كثير، وما نحتاج إلى مثله؟ يقول نوح: الله أمرني أن آتي به وأغذيه بالأخشاب، فتظل ناره مشتعلة حتى يطفئها الله. ومتى يطفئها؟ يقول نوح: علم ذلك عند ربي، وما آمركم إلا أن توالوه بالأخشاب لتظل ناره مشتعلة، فإذا انطفأت ناره فأخبروني، فإنها الساعة. أي ساعة يا نبي الله؟ يقول نوح: ساعة الخلاص والنجاة، حين يأتيني جبريل بأمر الله رب العالمين. وتكتمل السفينة العظيمة يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وعين نوح لا تفارق التنور، يرقبه وهو يعمل، ويرقبه وهو يسجد لرب العالمين. فإذا نام نوح وكل بالتنور أبناءه وإخوته من المؤمنين. انظر يا نبي الله، إن الماء يطفئ التنور. يقول نوح: الحمد لله الذي صدقنا وعده. أيها المؤمنون، قد جاءكم موعود ربكم، قد حانت الساعة التي وعدنا بها الله رب العالمين. يا نوح، حان وقت الوعد الحق، وقت القضاء الإلهي. يا نبي الله، حان الوقت لتخرج من هذه القرية الظالم أهلها. أمر الله نوحا أن يأخذ من كل زوجين اثنين، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وهبط جبريل عليه السلام إلى الأرض، وحمل إلى نوح في السفينة من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين. وعلت السفينة فوق ماء الطوفان الذي غمر الأرض،
وصار كبحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. يا نبي الله، انظر، أليس هذا ولدك كنعان؟ إنه يجري نحو الجبال. يقول نوح: يا كنعان، كنعان، اركب معنا يا ولدي. لا أحتاج إلى سفينتك. يقول نوح: يا بني، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سآوي إلى جبل يعصمني. يقول نوح: يا بني، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، عد إلينا وكن مع إخوتك. وبعد ساعات من بداية الطوفان، كان كل حي على هذه الأرض قد هلك، ولم يعد باقياً على قيد الحياة غير هذه الحفنة القليلة من المؤمنين الذين عصمهم الله وأنجاهم في سفينة نوح وهي تسير بهم في موج كالجبال. لقد بين القرآن في وضوح تام أنه مهما اشتدت أواصر القربى بين الناس وخاصة الأنبياء، لا يمكن أن تغني المرء شيئا ما دام بعيدا عن الحق، بل لا يغني أحد في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين. إن في هلاك امرأة نوح عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فلن تنفعها شفاعة نوح، وكذا لن ينفع امرأة لوط شفاعة لوط مع قربهما منهما لكفرهما، بل بشرهما بالنار في الآخرة وقيل لهما ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم. وهكذا طويت صحيفة القوم الظالمين، وفيهم امرأة نوح وبقيت ذرية نوح. قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.